السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب يكونوا انتم بخير وسعادة. قبل ما تشاهدوا الفيديو يا جماعة، بنصح نصيحة في المجال الرياضة والفتنس والاكشن. لازم تلعب التمرين اللي انت بتشوفه في الفيديو دي على ارض يكون فيها مراتب او ارض فيها نجيل عشان تحميك من الاصابات. ما تلعبش في حاجات خرسانية او ارض ناشفة عشان ما يحصل لكش اصابات. انا بعرفكم الحركة على حاجات عندي كده عشان ما عنديش امكانيات اقدر اوصلك المعلومة اللي عليك في المكان ده. المكان ده انا اتعودت عليه وبتدرب عليه من زمان قوي، وقبل ما اتعلمت واتدربت عليه كنت بلعب على ارض طرية وعلى مراتب عشان اعمل الحركة. يا رب يكون الفيديو يعجبكم، وما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.